درس الثاني تركيب الجيولوجية من الفصل الأول الوحدة السابعة. بخدنا شكل 7-4 صفحة 97 إلى شكل الطبقات. الطبقات هاي ولنفترض أنه اسمها ألف باء جيم. مكونات هاي الطبقة أكيد كل طبقة لها مجموعة من الصخور تكونها. طبعا تراكم هاي الطبقات ممكن يتم دراسته من خلال علم الطبقات بشكل عمودي أو بشكل أفقي. عشان بس نفهم فكرة يعني تراكم هاي الطبقات، بحكي على سبيل المثال زي ما بصير عندنا في البحر الميت. على سبيل المثال البحر الميت كانت منطقة في زماناتها تعرضت إلى براكين، فلذلك هاي المنطقة بعد ما تعرضت إلى براكين كان الصخر فيها بركاني. صخر بركاني، خلصنا موضوع البركان. مع ملايين السنوات اجت هذه الشقوق او الصدع، اسمه صدع تكويني رح ناخذه لاحقا ان شاء الله. منطقة البحر الميت صار فيها نواة انهار، نواة ينابيع بهذا الانحدار الشديد، صارت تصب في هذا المجرى، صار عندي النهر والنهر كون إلي البحر الميت. هسا فوق هذا البركان اصلا في زماناته اجى عندي بحر، هذا البحر بيعمل صخور رسوبية، يعني نوع ثاني بعد حقبة من آلاف أو ملايين السنين، حقبة ثانية عمل لي طبقة ثانية صخور رسوبية. بنلاحظ أن البحر الميت بيضمحل. لو حكينا مثلا أنه البحر الميت انتهت المياه فيه وصارت بعد فترة من الزمن ملايين سنين الأتربة والحت والتعرية بيحمل لي صخور فتات بتراكم على هاي المنطقة، هسه بعد البحر برضو كمان رح يعطيني طبقة ثانية، شكل ثاني من الطبقات. تراكم الطبقات هذا في تركيب جيولوجية معينة بيتبع أزمنة معينة. فلذلك علم الطبقات هذا، طبقات الأرض، بيعتمد على نظامين. ممكن تدرس تتابع الطبقات بشكل عمودي. الشكل العمودي بما معناه الأعمق هو الأسبق بالتكوين، الأعمق أسبق بالتكوين فلذلك هو الأقدم زمنيا، فلذلك أكبر الطبقات عمريا هي الطبقة ألف، هذا بالامتداد العمودي. الامتداد الأفقي يعني نرجع نحكي كلنا عن فترة واحدة، نحكي فترة واحدة اللي احنا بنعيشها حاليا في البحر الميت. هاي الفترة الواحدة بدنا نلاحظ انه الصخور كلها اتكونت في نفس المدة الزمنية، البحر وتحت بترسب تعطيني نفس المدة الزمنية. في عنا هاي الطبقة تحتوي نفس النوع من الصخور لانه نفس العوامل نفس الظروف اللي بتمشي عليها، نفس النوع من الكائنات الحية. وهذا طبعا بدراسة الأحافير الألف سنة هاي كان في الأردن على سبيل المثال كان في أسود، كان في زرافات، كان في الألف سنة القادمة زي ما احنا مثلا عايشين حاليا نوع محدد من الكائنات الحية اللي بتعيش واللي احنا بنشوفها. برضو كمان الطبقة الواحدة كان في إلها مناخ واحد، يعني بقول انه مثلا هاي الطبقة الرسوبية في البحر الميت متوسط الحرارة فيها كذا على مدار السنة، فلذلك برضو الطبقة بتحوي مناخ واحد. في شيء متقدم شوي يعني مش بالضرورة نحكي فيه اللي هي المغناطيسية. الصخور لها اتجاه معين في الترسيب، شمالي جنوبي شرقي غربي بغض النظر، لانه في عنا المغناطيسية والمغناطيسية القديمة، هذا موضوع متقدم شوي بس برضو كمان لها نفس المغناطيسية. خلاص المسألة الدراسة العمودية لطبقات الأرض بتعطيني العمر تقدير الزمني، هذا حكي رح نأخذه بتاسع وعاشر، والدراسة الأفقية للصخور بتعطيني تشابه نفس المدة الزمنية، نفس العمر، نفس نوع الصخور، نفس الكائنات الحية، نفس المناخ ونفس مغناطيسية. يبدأ موضوعنا أساسا أنه الدرس كان عنوانه التركيب الجيولوجية. إذا بدنا نحكي عن التركيب، إحنا اللي بتطلع بالطبيعة من حوالينا بشوف في عنا جبال، في عنا سهول، هضاب، هاي التركيب اللي حوالينا. السؤال كيف أصل نشأة هاي الجبال والصخور ما إلى ذلك؟ هذا بيأخذنا إلى إنه ندرس الطبقات هاي، إيش العوامل أو العمليات اللي جرت عليها. من هاي العمليات اللي جرت عليها إنه بده يكون في ضغط جانبي عمودي أفقي على هاي الطبقات شو ما كانت. نوع الطبقة، طبيعة الصخور الموجودة في الطبقات هي اللي بتعطينا شكل التأثير أو المؤثر اللي بده ينتج عنها. يعني الصدع مثلا، الصدع كان في طبقات
معامل المرونة فيها متدني، يعني وكأني بحكي أنا ماسك قلم، ماسك خشبة، اضغط على جوانب القلم أو الخشبة أو اضغط على جوانب الصخور الصفيحة. إذا بضغط إلى حد معين، الخشبة مثلا أو القلم إلى حد معين ما رح يتحمل شدة الضغط على جوانبه، رح ينكسر، الكسر رح يملي صدى. ولكن إذا حكينا على سبيل المثال، مثلا نأخذ كتاب على سبيل المثال، في درجة من التحمل إذا زاد الضغط على جوانب الصفيحة إنه ينثني. فلذلك هذا معامل مرونته عالي، ممكن ينثني إلى الأعلى، ممكن ينثني إلى الأسفل. نأخذ التفاصيل حاليا. لو بنحكي هاي الطبقات اللي احنا درسناها قبل شوي ألف باجيم، تعرضت إلى ضغط على جانبي الصفيحة أو ضغط بغض النظر شو كان، أدت إلى كسر، لأنه معامل مرونتها لو إنها كانت مرنة كانت تقبلت الضغط، بس إلى حد ما زي ما حكينا خشبي قلم أو ما شابه، الضغط رح يؤدي إلى الكسر. اللحظة اللي صار فيها كسر صار عندي صدع، الصدع هذا بمجرد ما إنه تكون عمليا في عندي ثلاث أجزاء، زي ما إحنا بنلاحظ في كل شكل صدعي ثلاث أشكال أو ثلاث أجزاء، هذا اسمه جدار وهذا اسمه جدار، هذا اسمه جدار وهذا اسمه جدار، هذول كلهم جدر. الجدار على حسب مفهومه ايش بيرجع، اذا كان بشكل على سبيل المثال قاعدته الى الاسفل وبيعطيني، انا اسف معلوماتي بالرسم مش زيادة، بهذا الشكل هو اشبه بقدم، اذا كانت القاعدة الاساسية تحت اسفل اكبر فهو قدم. واحد من هذول قاعدته الاساسية بيعمل لي شكل ال، نفترض انه شكل ال بنحكي له جدار القدم. ايهما جدار القدم؟ واضح جدا انه القاعدة الكبيرة اللي بتعطي شكل ال هذا الجانب، هذا اسمه جدار القدم. الجدار الآخر مباشرة بده يكون اسمه الجدار المعلق. وبنلاحظ احنا انه في هاي الحركات في فراغ، هو عمليا ما بيكون هذا الفراغ لانه الصخور بتكون متلاصقة، تركنا هذا الفراغ عشان نحكي انه في هاي الفترة او في هاي المساحة اسف في اشي اسمه مستوى الصدع. اذا كانت حركة مستوى الصدع أو إذا كان الكسر أو الصدع عمودي، بيكون عندي صدع عادي وصدع عكسي. إذا كان أفقي بيكون عندي صدع جانبي. ندرس العمودي. العمودي في عندي حالتين، صدع عادي وصدع عكسي. متى بيكون الصدع عالي ومتى بيكون الصدع عكسي؟ عمليا عندما يكون الجدار المعلق، ندرس واحدة والثانية بتيجي مفهومة تحصيل حاصل. عندما يكون الجدار المعلق أعلى فهو عكسي، يعني ثلاث حروف العين، المعلق أعلى فهو عكسي، معلق أعلى فهو عكسي. والعكس صحيح، يعني لما عكس المعلق القدم بيكون أعلى فهو عادي. أعتقد إنها مفهومة. هذولا نوع الصدع، لما بيكون الحركة على مستوى الصدع عمودية، عادي وعكسي. ممكن يكون الحركة جانبية وفقط بيتحركوا الطبقتين أو الصفيحتين بشكل جانبي، هذا بشكل المستوى، الحركة بشكل أفقي بتكون. هذا ما يتعلق بالصدوع. الشكل الثاني من التراكيب هو الطيات. طبعا ممكن حدا يحكي ايش هو التراكيب الجيولوجية الناتجة عن الصدوع. التراكيب الجيولوجية الناتجة ممكن اشي عنا زي الغور، حفرة الانهدام، هي عبارة عن صدوع، بنحكي لها صدوع تحويلية. اذا الاودية العميقة السحيقة ممكن تكون عبارة عن صدوع تحويلية. برضو كمان في عندي طالع اشي كثير كبير، ممكن يتكون عندي هضاب وجبال، سلاسل من الجبال. الشكل الثاني هو الطيات. الطيات زي ما أخذنا في موضوع الطبقات، ثلاث أربع خمس طبقات بغض النظر بيتعرضوا إلى ضغط على الجانبين تؤدي إلى ثني الطبقة. ثني الطبقة إلى الأعلى رح تعطيني جبال، إلى الأسفل رح تعطيني وديان. إلها شكلين، ممكن تأخذ حرف يو بالإنجليزي وهذا مقعر، حرف يو، وممكن تحكي حرف الـ A بس نشيل هاي الداش، أو الثمانية
مثلا بالعربي، ثمانية هاي هي محدبة. بس الملاحظة المهمة جدا ما بين الطيات والكسور، ملاحظة مهمة جدا، لاحظ ترتيب الطبقات لا يختلف في الطي، ترتيب الطبقات، لاحظ هاي النقاط، لاحظ هذا الشبك، لاحظ هاي الموجات ثابتة هون، هاي النقاط، هذا الشبك وهاي الموجات ثابتة، ترتيب الطبقات ما بيختلف نهائيا. بينما في مسألة الكسر، الكسر أحيانا طبقة بدها تطلع أعلى من طبقة، طبقة أعلى من طبقة، فلذلك إذا بتلاحظ ترتيب الطبقات بيختلف، ترتيب الطبقات ليش؟ طبعا هم الطبقات نفسها ألف باجيم ألف باجيم، بس ولكن طبقة اعتلت على طبقة، فلذلك تعاقب الطبقات أو ترتيب الطبقات في حالة الصدوع يختلف.